عملكم حلوى سهلة في التحضير واقتصادية في نفس الوقت. حضرت العجينة من قبل، حطيتها في الثلاجة ليلة كاملة. نحط شوية فارينة ونحل العجينة، نجيب الحلال ونحلها حوالي نصف سنتيمتر. الوصفة تاع العجينة تلقاوها في الفيديو اللي درته لكم تاع قوارب بجوز الهند. الفرق اللي بيناتهم هو انه هاد العجينة تخليوها تبات في الثلاجة ليلة كاملة. دوك نرفد العجينة، نعاون روحي دائما بالفارينة باه ما تلصقش. ندورها في الحلال هكذا، وهذا باش تجيني سهلة باه نحطها على التبيسيات، يعني ليمول. نجوز على العجينة هكذا بالحلال باه تاخد الشكل وتتقطع. نحي العجينة اللي زيادة واللي في تبيسيات نملسها بهذه الطريقة. كاين عدة طرق اللي تحطوا بها العجينة. دوك نتشكهم بالفرشيطة باه ما تنبلش في الطياب هكذا كما راكم تشوفوا. نكمل هادو ونوري لكم الطريقة الثانية. الطريقة الثانية نحط شوية فارينة وندير كويرات صغار، نحط واحدة هكذا في المول ونخدم بهذه الطريقة. نديرها رقيقة ما يلزمش تكون خشينة. طريقة أخرى هي أنكم تحلوا العجينة. نقطع العجينة بهذه الطريقة بالمول، يجيوني سهلين كي نحيهم ونحطهم بالوحدة هكذا. هنا غير باش تاخذوا فكرة كيفاش تحطوا العجينة، اللي تجيكم سهلة خدموا بها. أما الحشوة عندي 200 غرام كاوكاو ونحط فيه 2 مغارف كبار تاع السكر، نص مغرفة صغيرة فانيلا. الكاوكاو رحيوه شوية خشين، نحط عليه السكر ونزيد الفانيلا ونعجنهم بالبيض. في الأول نحط بيضة كاملة يعني الصفر والبياض، نخلط. بعد هذا لا خصني نزيد غير البيض، حتى إذا كان عندكم يعني كمية كبيرة تاع الكاوكاو قعدوا تزيدوا غير في البيض. نزيد شوية بيض هكذا، خلط مليح حتى نتحصل على عجينة يعني تكون شوية سائلة هكذا. درك نحط الحشو في التبيسيات، ما نعمرهمش بزاف فخاطر شحن يعلو باه ما يفيضوش هكذايا كما راكم تشوفوا. نكمل الباقي. الفرن راه شاعل لازم يكون سخون. بعد ما نكمل نزين البعض باللوز والبعض الآخر نخليه هكذاك. الفرن لازم يكون على 180 درجة. المدة تاع الطياب حوالي 15 دقيقة، هنا على حسب الفرن اللي عندكم. غير نكمل نحطهم مباشرة في الفرن. الحلوى راهي طابت، هاك تشوفوا اللون اللي خطاته. دوك نحط عليهم العسل، العسل يكون بارد ما كلاه تسخنوه. نحط حوالي 2 مغارف صغار في الوحدة هكذا، ما نحيهمش من التبيسيات حتى يبردوا. فيهم شي اللوز من الفوق نحط عليهم الكاوكاو. الحلوى راهي على صحن تقديم. وريت لكم كامل المراحل بالتفصيل وبطريقه ملخصه، وهذا باش نسهل لكم العمل. شهية طيبه والى اللقاء.